عن أبي الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: فأعاد عليه ما قال. قال: فضربه برجله وقال: اللهم عافه، أو قال: اللهم اشفه، شك شعبة. قال: فما اشتكيت وجعي ذاك بعد. وبها لعبد الله قال: حدثنا أبي قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضبرة يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ليس الوتر بحتم كالصلاة ولكنه سنة فلا تدعوه. قال شعبة: ووجدته مكتوبا عندي وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبها إليه قال إلى الإمام رحمه الله تعالى قال: حدثنا أسود بن عامر قال: أخبرنا شريك أبي الحسناء إلى الحكم عن حنش علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا. وبها إلى الإمام رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح. وبها إليه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غدا، فإذا تنحنح دخلت وإذا سكت لم أدخل. قال: فخرج إلي فقال: حدث البارحة أمر سمعت خشخشة في الدار، فإذا أنا بجبريل عليه السلام، وقلت: ما منعك من دخول البيت؟ فقال: في البيت كلب. قال: فدخلت فإذا جرو للحسن تحت كرسي لنا. قال: فقال: إن الملائكة لا يدخلون البيت إذا كان فيه ثلاث: كلب أو صورة أو جنب. وبها لعبد الله قال: حدثني أبي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا الزهير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحارث العوري عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مؤمرا احدا من امتي من غير مشوره لامرت عليه ابن ام عبد. وبها اليه قال احد ويها الى الامام احمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا ابو احمد قال: حدثنا رزام بن سعيد التيمي عن جواب بن التيمي عن يزيد بن شريك عن التيمي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال: كنت رجلا مذاء فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذا خذفت فاغتسل من الجنابه، واذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل. وبها الى عبد الله قال: حدثني ابي قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني قال: حدثنا اسرائيل قال: حدثنا ابراهيم يعني بن عبد الله عن طارق بن زياد قال: خرجنا مع علي الى الخوارج قتلهم ثم قال: انظروا، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجاوز حلقهم، يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية، سيماهم أن منهم رجلا أسود مخدج اليد في يده شعرات سود، إن كان هو فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير الناس. قال: فبكينا. ثم قال: اطلبوا. قال: فطلبنا فوجدنا المخدج فخررنا سجودا، وخر علي رضي الله تعالى عنه معنا ساجدا، غير أنه قال: يتكلمون بكلمة الحق. وبها الإمام أحمد قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم، أنكم تكذبون تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وبها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه أنه رفعه. وتجعلون رزقكم قال مؤمل قال: قلت لسفيان قال مؤمل قلت لسفيان: إن إسرائيل رفعه قال: صبيان صبيان. وبه قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا إسحاق عن شريح بن نعمان عن شريح بن نعمان قال أبو إسحاق: وكان رجل صدق عن علي رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لا. قلت: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت: ما المدابرة؟ قال: يقطع مؤخر الأذن. قلت: ما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: ما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها السمة. وبها الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا حسن موسى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مؤمرا احدا من امتي عن غير مشوره منهم لامرت عليه ابن ام عبد. وبها الامام احمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم ومعاويه بن عمرو انهما قال: حدثنا زائدة عن قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف. قال معاوية: إذ خير. قال أبي: والخميلة القطيفة المخملة. وبها إليه قال رحمه الله تعالى: حدثنا أسود بن عامر قال: أخبرنا إسرائيل بن إسحاق عن هاري بن هاري قال: قال علي الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبهه ما أسفل من ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبها عبد الله قال: حدثنا وكنا بشيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال:
قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنار. وبها عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فإذا أمذيت اغتسلت وأمرت المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال فيه الوضوء. وبها إليه قال رحمه الله إلى بيان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا أسود يعني ابن عامر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجعفر وزيد، قال فقال لزيد أنت مولاي فحجله، وقال قال وقال لجعفر رضي الله عنه أنت أشبهت خلقي وخلقي، قال فحجل ورأى زيد، قال وقال لي أنت مني وأنا منك، قال فحجلت ورأى جعفر. وبها إلى القطيع قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو الشعثاء علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا سليمان بن حيان المنصور بن حيان قال سمعت عامر بن واثلة قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبرنا بشيء أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وكتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من سب والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من آوى محدثا. وبها عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثني عبد الحميد بن أبي جعفر بن أبي جعفر يعني الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من تؤمر بعدك؟ قال إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. وبها عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت رجلا من عنزة يحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر ثبت وتره هذه الساعة يا ابن النباح أذن أو قال ثوب. وبها إليه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال حدثني رجل من عنزة عن رجل من بني أسد قال خرج علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بوتر فثبت له هذه الساعة، ثم قال أقم يا ابن النواحة. وبها لعبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل العنزي يحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي رضي الله عنه فذكر حديث سويد بن سعيد قال كنت عند عمر وهو مسجم في ثوبه. وبها للإمام أحمد قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة يحدث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتختم في ذه أو ذه الوسطى والسبابة، وقال جابر يعني الجعفية هي الوسطى لا شك فيها. وبها للإمام أحمد قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن جعين عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء القرن والأذن. وبها إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان أبو بكر يخافت بصوته إذا قرأ، وكان عمر يجهر بقراءته، وكان عمار إذا قرأ يأخذ من هذه السورة وهذه، فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر لم تخافت؟ قال إني لأسمع من أناجي، وقال لعمر لم تجهر بقراءتك؟ قال أفزع الشيطان وأوقظ الوسنان. وقال لعمار لم تأخذ من هذه السورة وهذه؟ قال أتسمعني أخلط به ما ليس منه؟ قال لا. قال فكله طيب. وبه لعبد الله قال حدثني محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا أبو معشر النجيح المديني مولى بني هاشم عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال وضع عمر بن الخطاب بين المنبر والقبر، فجاء علي رضي الله عنهم فحتى قام بين يدي الصفوف فقال هو هذا؟ قالها ثلاث مرات، ثم قال رحمة الله عليك ما من خلق الله تعالى أحد أحب إلي من أن ألقاه بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجع عليه ثوبه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبه عبد الله قال حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال حدثنا يونس بن أبي عفور عن عون أبي جحيفة عن أبيه قال كنت عند عمر وهو مسجم بثوبه قد قضى نحبه، فجاء علي رضي الله عنه فكشف الثوب عن وجهه ثم قال رحمة الله عليك أبا حفص، فوالله ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي أن ألقى الله تعالى بصحيفته منك. وبها لعبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن قال حدثني ركين عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له قال فقال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضخت الماء فاغتسل. وبها إلى عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أسئل عن ذلك فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. وبها الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا عبيدة قال حدثني سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي رضي الله تعالى
تعالى عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: فيه الوضوء. وبها إلى عبد الله قال: حدثني محمد بن سليمان اللوين قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن أبي جحيفة أنه قال: خطبنا علي فقال: لا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر؟ فقال عمر. وبها إلى عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا عائذ بن حبيب قال: حدثني عامر بن السمطي عن أبي الغريف قال: أتي علي بوضوء فمضمض منه فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. وبها لعبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا ربيعة بن عتبة الكناني عن هال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه قال: مسح علي رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطر، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبها لعبد الله قال: حدثني محمد بن أبان بن عمران الواسطي قال: حدثنا شريك عن مخارق عن طارق يعني بن شهاب قال: سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا ما في القرآن وما في هذه الصحيفة، صحيفة كان في قراب سيف كان عليه حليته حديد، قال: أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة. وبها إلى عبد الله قال: حدثنا محمد بن سليمان الأسدي لوين قال: حدثنا يحيى بن أبي زايدة قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وبها للإمام أحمد. وبها لعبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا مروان قال: حدثنا عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير قال: علمنا علي رضي الله عنه الوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب الغلام على يديه حتى أنقاهما، ثم أدخل يده في الركوة فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ثلاثا وذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم أدخل يده في الركوة فغمز أسفلها بيده ثم أخرجها فمسح بها الأخرى، ثم مسح بكفيه رأسه مرة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا، ثم اغترف هنية من ماء بكفه فشربه، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتوضأ. وبها إلى عبد الله رحمه الله تعالى قال: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا عيسى بن موسى قال: حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. وبها إلى عبد الله قال: حدثنا ابن وقية الواسطي قال: أخبرنا خالد عبد الله عن بيان عن عامر عن أبي جحيفة أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخر. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مالك بن مغول عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي وعن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن علي أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت سميت الثالث. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي خالد حاء وأبو معاوية قال: حدثنا سؤال نبي عن ابن أبي خالد حاء وأبو معاوية قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: سمعت عليا يقول: خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر وعمر، ولو شئت لحدثتكم بالثالث. قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا شعبة قال: الحكم أخبرني عن أبي محمد عن علي رضي الله عنه قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمره أن يسوي القبور. حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حدث لا أبصر القضاء؟ قال: فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال: فما اختلف علي قضاء بعد وما أشكل علي قضاء بعد. قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا، قال: فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل لم يسمي شريك: يا رسول الله، أنت كنت بحرا، من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال لآخر، قال: فعرض ذلك على
لبيته فقال علي أنا. حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر عند الأذان ويصلي الركعتين عند الإقامة. قال حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنار 16 ركعة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زريد الغافقي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا اسمه عفير. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي قال حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عيذ الأزدي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السهو كاو العين فمن نام فليتوضأ. حدثنا حسين بن الحسن الأشقر قال حدثني ابن قابوس بن أبي ظبيان الجنبي عن أبي عن جدي عن علي قال لما قتلت مرحبا. في قوله إن السهي وكاء العين فمن نام فليتوضأ يدل عليه أيضا قول صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أن المسح من بول أو غائط أو نوم، فهذا يدل على نقضه للوضوء. لكن إذا نام الإنسان جالسا متمكنا فبعض العلماء يرون أن هذا لا ينقض، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر نام النساء والصبيان لما تأخر عليهم في صلاة العشاء. فإذا نام الإنسان جالسا فإن هذا لا ينقض الوضوء. وبأسانيدكم قال حدثنا حسين ابن الحسن الأشقر قال حدثنا ابن قابوس ابن أبي ظبيان الجنبي عن أبي عن جدي عن علي قال لما قتلت مرحبا جئت برأسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شيبان أبو محمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس بن خباب عن جرير بن حيان عن أبي علي قال لي أبي لا أبعثنك فيما بعثني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسوي كل قبر وأن أطمس كل صنم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن علي أبي ليلى قال سمعت علي يقول كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وبهذا نختم هذا المجلس وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى. جزا الله المشايخ خير الجزاء على صبرهم وتحملهم لهذا المجلس، وجزا الله المنظمين وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الجميع خير الجزاء وبارك فيهم واستعملنا وإياكم وإياهم في طاعته.